أمال رزق الله عضو مجلس النواب عن دائرة الإسماعيلية. سأتقدم بمشروع قانون في الأحوال الشخصية، قانون الأسرة والطفل، حتى تتمكن المرأة من أنها تقدر تكون طوال فترة حضانة ابنها تكون هي الولية عليه في إدخاله المدارس أو نقله من المدارس، لأن كما نرى الآن أن المرأة بتعاني كثيراً علشان تنقل ابنها من مدرسة لمدرسة، فيجب موافقة الزوج. كمان أنا عايزة أتقدم إلى السيد رئيس الوزراء بسؤال، وسؤال عاجل: لماذا حتى الآن لم تعين المرأة كقاضية بمجلس الدولة؟ ودي السلطة الأعلى في القضاء. فأنا بشعر بالفخر إن إحنا أنجزنا كمية قوانين كبيرة وكثيرة. بشعر بالفخر إن أنا قدمت ورضيت ضميري في أكثر من موضوع اتكلمت فيه. رسالة للشعب المصري بقول له أنت عانيت كتير وتعبت كتير، وإن شاء الله الخير جاي. وده إحنا مش بنقوله كلام رنان، ولكن إحنا بنقول إحنا معانا قيادة سياسية واعية وعملت مشروعات عملاقة وخيرها جاي لنا قريب إن شاء الله. أنا بتمنى إن إحنا تكون في مصر مشروع قومي لحب مصر.